لا تزال الأزمة الرئاسية عالقة في عنق الزجاجة. دخلت قطر على الخط عبر موفدها جاسم بن فهد الثاني الذي يتابع مشاوراته واتصالاته غير العلنية مع المسؤولين اللبنانيين ضمن إطار عضويتها في اللجنة الخماسية. المبادرة القطرية الجديدة مبنية على إيجاد مرشح ثالث غير الوزيرين السابقين سليمان فرنجي وجهاد أزعور، ما يجعلها متقاطعة مع مطلب الموفد الفرنسي جون إيف لودريون، وبالتالي قد تصطدم بالتعنت الثنائي الشيعي الذي يرفض حتى اللحظة التنازل عن مرشحه. اليوم المبادرة القطرية صارت بمرحلة جديدة مختلفة تماما من بعد كلام لودريون الأخير، وبالتالي كل تزرع أو طلبتي جماعة الممانعة والثنائي أنه المبادرة الفرنسية المرحومة يعني بتبني ترشيح سليمان فرنجي بعدها قائمة سقطت، وكل المناظرين يلي كانوا عم بيأكدوا أنه بعدها وسليمان فرنجي وغيره انتهت الخبرية. وأكثر من هيك اليوم صار العنوان الفرنسي المتماهي مع مبادرة اللجنة الخماسية هو رئيس الخيار الثالث وإلا وقف تمويل لبنان، وبالتالي اليوم صار فيه عصا وجزرة. المعلومات تفيد بأن الموفد القطري استطلع آراء الكتل النيابية حيال مرشحين اثنين فقط، وهما قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير عام الأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، فمالت الكفة بنسبة كبيرة إلى العماد عون باستثناء التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي وبعض النواب المستقلين. لذلك يؤكد أبي نجم أن التسوية الخارجية التي تدخل إيران لاعبا أساسيا فيها قد تدفع الحزب وغيره إلى الذهاب بخيار قائد الجيش. بالنسبة الأسماء فالمطروح بشكل جدي وعملي هو قائد الجيش، وبدنا ننتبه العميد الياس البيسري له كل الاحترام والمكانة، وهو شخص موثوق ويعني على قد المسؤولية، إنما كمان هو بحاجة لتعديل دستور مثله مثل قائد الجيش. وبالتالي اليوم يعني حزب الله وقت بده يمشي بتسوية رح يمشي بجوزيف عون، وقت سليمان فرنجي بده يمشي بتسوية رح يمشي بجوزيف عون. مشان هيك المرشح الفعلي أو الاسم الفعلي للخيار الثالث هو العماد جوزيف عون. كل هيدا الموضوع هو موضوع التسوية اللي اليوم موضوع على نار قطرية أساسية. إذا تسهلت الأمور وإن شاء الله بتتسهل رح نشوف وزير الدولة لشؤون الخارجية القطرية بلبنان، وسيأتي من بعده ساعتها لودريون بس لحفظ الوجه الفرنسي وأنه هن شركاء بهذه التسوية الكبرى. إذن إن قرر وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي زيارة لبنان في المدى المنظور، يعني أن الأمور تسير بإيجابية مطلقة، لأنه بحسب المعلومات الخليفي لن يأتي إلى بيروت قبل تسجيل خرق في جدار النزاع الرئاسي.